يتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر. وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سوف يلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن في جلسته والمقرر لها غدا الثلاثاء، حيث سيستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، وكذلك مطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام. هذا فضلا عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة.